آخر إحصائيات في 2018 إن المعهد استقبل حوالي 300 ألف مريض في 2018، منهم 25 ألف حالة جديدة، والباقي كلها حاجات بتتردد عشان تاخد علاج كيماوي أو تاخد علاج إشعاعي أو بتتابع أو بتطمن على نفسها أو يعني عامل عملية قبل كده وبيتابع بيعمل أشعاعات وفحوصات للمتابعة. يومياً في عندنا في المتوسط حوالي 1200 مريض يومياً. في الأول إحنا كان هدفنا إن الجزء اللي يخص المرضى إن هم يتلقوا الخدمات دي أولوية إن هو يخلص الأول، وده في خلال تقريباً 10 أيام كان خلص، استغلنا أجازة العيد وإن مفيش مرضى في المستشفى فاشتغلنا في المستشفى كلها. اللي أنا بس عايز أشكر شركة المقاولين لأنها ابتدت تشتغل من أول يوم ولغاية دلوقتي ما خدتش لسه منا فلوس، لأن إحنا لسه بنعمل إجراءات التعاقد وكده. هي خدت موافقة مبدئية من معالي الوزير ومجلس الوزراء إنها تشتغل، وهم ابتدوا يشتغلوا وما تأخروش في حاجة وماشيين معانا بمعدل سريع جدا، وإن شاء الله إن هم مدينا وقت في خلال شهرين أو ثلاثة بالكتير هتكون كل آثار الدمار اللي حصل هتكون انتهت بإذن الله. رجعت بعديها بأسبوع اتصلوا بينا قالوا إحنا اشتغلنا وتعالي، جينا بقى اتحجزنا الله أكبر أيمين بالواجب وزيادة شوية. لا المعهد ده كله الله أكبر بيعمل لله، كله حاجة جميلة قوي يعني، ما بندفعش فيه قرش ساق. بحب أشكر طبعا كل الشعب الإمارات على الصلة الوطيدة بين الإمارات ومصر، وده اللي دايما اللي احنا متعودين من الإمارات وقفة جنب مصر في كل من أيام الشيخ زايد